إذا أراد الله أن يجعل لك مخرج والله ما يقف أمام أمر الله عز وجل أي شيء كأي ما كان. أهم شيء أنك تكون واثق بالله سبحانه وتعالى وأن الله سيجعل لك مخرج من هذا الأمر الذي أنت فيه. أسألكم بالله لما وقف موسى والبحر أمامه والناس تبكي من حوله وفرعون وغبار جيشه يملأ عنان السماء في هذا الرعب وهذا الخوف في هذه اللحظة، هل كان يخطر في بال موسى أن البحر سيقف كالجبال؟ ما كان يخطر في بالي. يعني أنا أتوقع أن موسى في ذاك الوقت كان يمكن نقدر نقاومهم، يمكن نقدر نهرب من مكان ثاني، يمكن مستحيل أن يحدث في باله أن البحر سيقف كالجبال. البحر يقف كالجبال ويخرج ومن معه. ها هنا معنى أن تتعطل السنن الكونية. ما عمر البحر وقف كالجبل؟ نوح لما دعا ربه قال إني مغلوب فانتصر، أين قال له الله ابن السفينة؟ قال روح على حد البحر وابن السفينة؟ قال لا، تعال على رأس الجبل هذا وابن السفينة، حنا اللي نجيب الماء إلى حدك. وأيوب لما مسه الضر ما قال له الله عز وجل روح المستشفى ولا روح الدكتور الفلاني يعالجك، قال اضرب بعصاك، اضرب برجلك، بس اضرب. ضرب الأرض فإذا ينبع منها نبعان فيشرب من الأول فيشفى من الداخل ويغتسل من الآخر. هل هذا كان يطري في بال أيوب عليه الصلاة والسلام اللي له 16 سنة حتى أن القيح والصديد أصبح الناس كلهم لا يستطيع أن يطيقونه في لحظة في طرفة عين؟ من يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب.